بركاتو. هذه احدى الشقق ثلاث غرف صاله في مجمع ريفرنس في اسطنبول. طبعا زي ما تشوفين اول ما ندخل البلكونه عباسه كل الاجهزه الكهربائيه غساله الصحون والفرن تسلم مع الشقق جاهزه مركبه. طبعا هذا الطاوله الميزه في المشروع انه لها دواليب زي ما تشوفين زي هذه تسلم مع المشروع. طبعا ما شاء الله هذه الصاله مساحه كبيره مميزه تقريبا 30 متر مربع افضل ما في الصاله. طبعا هي الاكواب شايفين حتى المعازل بالصوره. هذه البطانة في الدور 20 الآن. ندخل شوف بقية الغرف مساحة 170 متر مربع. هذا هو الفرن الغرف الباني الرئيسي الله يكرمكم طبعا ما شاء الله راكب الدواليب. هذه غرفة أخرى الغرف مساحتها كويسة 3.5 في 3.5 و3.5 في 4. هنا عندنا غرفة النوم الرئيسية طبعا مجهزة بتمديدات المكيف لها أيضا أطلالة جميلة. ممكن هنا يكون في دولاب تبريد مايلز لها بانيو خاص ومروش فيها شايفين. الأسعار والتفاصيل راح تكون في أسفل الفيديو في قسم التفاصيل. تحياتي لكم شركة بروج العقارية. هذا وصلى الله وسلم على